خلاص ماشي ماشي هاي خلاص يلا السلام. خلاص خلقة 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 طبيعية خلقة طبيعية. السلام عليكم. أهلا. هيدا العيش ديال حتى يعني لما كنت بسوريا ما كنتش اختلط بناس كثير، اما هون الحمد لله يعني صرت عادي يعني صرت عم بخل. طفولتي كانت سيئة كثير يعني تقريبا لما كنت في سوريا، يعني اكثر ناس يعني كانت عم كيف بدي احكي لك يعني بيحكوا لي انت ليش تدرس انت ليش تدرس، يعني انه يعني شو راح يطلع منك اذا درست او هيك اشي، يعني كان يعني اشي نوع من الاحباط او يأس او هيك اشياء. يعني ربيت أني أسوى كثير يعني بهالأحداث هاي استشهد. أصعب إشي حياتي الفراغ اللي اختارك حلو. كيفك؟ هلا هلا فيك. السلام عليكم. كيف حالك يا صاحبي؟ اليوم نحن حابين نقدم لكم نحن واطفالنا اطفال فريق بصمة امل معرض مسرحيه بتحكي عن انا بشتغل هون بالاف بي اس سي، بشتغل في مجال المسرح مع ذوي الاحتياجات الخاصه، فحبيت اني اصير شيء فعال بالمجتمع. حبيت انا ما بدي انه الناس تساعدني، انا بدي اصير اساعد الناس، بدي اصير انا بقدم الخدمه للناس. وين بتجي بتعمل معانا القهوه؟ عرفت بشير بتعرف شو تحكي؟ اوكي كله تمام. تعال كرسي 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 هذا لا 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 لك أبو العريس على كرسي. أبو العريس على كرسي. يلا واحد اثنين ثلاثة. استنى 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 استنى. اكيد طبعا هذا يعني ان شاء الله يعني اذا انحلت الاوضاع بسوريا اكيد انا راح اروح سوريا وراح بعمل هاي كل الاشياء، يعني بعد الحروب وبعد هيك راح يكون في حالات انسانيه كثير، راح يكون حالات حرب وهيك اشي واعاقات وكل اشي، انا راح بعمل يعني مسرح يعني حتى لو يعني من جهدي او هيك تطوعي، وراح بجيب يعني شباب وهيك اشياء وراح نعمل راح نعمل مسرح مع الاطفال. ايش؟ It's very nice. It's so enjoying. It's fantastic. فانتازيا فانتازيا.